النهارده كانت اول محاضره احضرها للارتفيشال انتليجنس وهو ريليتد لشغلي والانستراكتور كان وصله بطريقه بسيطه وكان في حاجات كنت اول مره اسمع عنها اللي هي الماشين ليرنينج التايبس بتاعته و يعني محتاجه وعايزه ان انا احضر حاجات اكتر عن الموضوع ده ان شاء الله والكويشنز والانسرز في الاخر كانت مفيده جدا بالنسبه لنا لان انا سالت في حاجات ريليتد لتخصصي اكتر وهتفيدني ان شاء الله في البيزنس اللي انا عايز اعمله ان شاء الله وويلنج ان شاء الله ان انا احضر حاجات ثانيه تبع اليو ان ريليتد للارتفيشال انتليجنس ان شاء الله.